حصة تانية ليهم برضو مراجعة للامتحان إن شاء الله بتاع أكتوبر، تمام؟ طبعا لأن هدفنا إن أنتوا تبقوا دايما في يعني دايما متفوقين ودايما شاطرين. النموذجين اللي احنا هنحلهم مع بعض النهارده دول نموذجين من الوزاره بالتعاون مع يورك بريس ولونج مان. طبعا يورك بريس ولونج مان هم اللي حاطين المنهج بتاع سنه رابعه وخمسه، خلي بالنا من النقطه دي. يورك بريس واللونج مان هم اللي حاطين المنهج بتاع كونكت 4 وكونكت 5 ومكملين معانا في السنين اللي جايه. طبعا الامتحانين دول محطوطين من ناس متخصصين جدا في الموضوع، يعني هم اصحاب المنهج في الاساس. فالاسئله اللي انتوا هتشوفوها دي اسئله كانها زي اسئله بنك المعرفه، او هي تعتبر اسئله من قلب الوزاره، لان هي زي ما بقول لكم طبعا اللي حط المنهج نفسه هو اللي حطت الاسئله اللي انا بجيبها لكم دي، تمام؟ لكن ممكن يكون في الامتحان اللي هيجي لك في المدرسه ممكن يبقى مختلف شويه، لكن مش هيخرج عن النموذجين دول. بمعنى ايه مش هيخرج عنه؟ نفس الافكار لكن الجمل ممكن تتغير يعني، تمام؟ تعال نبدا كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجه عندنا انا بتابعكم طبعا على الشات، لو حد عنده اي حاجه ودايما ليت نجاوب مع بعض، يا ريت نجاوب مع بعض. اول سؤال براكتس 1، طبعا بنتكلم احنا اول حاجه بناخد يونت 1 عليه امتحان شامل زي ما انتم شايفين كده. اول سؤال في الامتحان المفروض يجي لك listening، listen and complete. اول حاجه هتسمع قطعه listening انا هقولها دلوقتي، وبعد كده نحل الاسئله. يا ريت نركز كلنا مع بعض ما بين اماني وهدى. انا هقول المحادثه كامله وانت بعد كده هتكملها معايا في الكومنتس. اماني: What are you eating, Hoda? Hoda: I am eating an apple. اماني: Good. We should eat fruits. Hoda: You are right. My father usually grows vegetables and fruits. انا قلت listening كده، قلت المحادثه كامله. تعال بقى نكمل مع بعض كده بالترتيب. يا ترى هنكتب، هنكمل طبعا كلمه grows, eating, apple, fruits. يا ريت كله في التعليقات كده يجاوب على السؤال ده عشان ننتقل على للسؤال اللي بعده. تمام. What are you؟ هو ده طبعا What are you ايه؟ برافو عليكم اسامه وابراهيم وكريم وكل وجانا وملك، كل الناس اللي بتجاوب معانا دي. طبعا هتبقى ايه؟ What are you eating? What are you eating? What are you eating? Hoda. What are you eating, Hoda? I am eating an. طبعا I am eating an apple. I am eating an apple. Amani. Good. We should eat. يا ترى we should eat بإيه بقى؟ احنا خدنا طبعا خلاص الكلمتين دول. We should eat. تمام. We should eat a. Fruits. We should eat fruits. You are right. My father usually space vegetable and fruits. My father usually grows vegetables and fruit. دايما بيزرع vegetable and fruit. تعال ناخد جزء الريدنج بعد كده السؤال الثاني في الريدنج معانا. نحاول اكبر الشاشه على قد ما اقدر عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. عندنا read and match. السؤال ده بيتكلم عن read and match. هنعرف الاول ال A وال B واسيبكم الدقيقه وكده عشان تجاوب عليهم في التعليق. What do you grow in your garden? What do you grow in your garden? بتزرع ايه في الجاردن بتاعتك؟ Number two, secondary consumer are. يا ترى secondary consumer ده عباره عن ايه؟ Number three, what would you like? تحب ايه؟ نمبر 4 chickpeas help to keep your space. plants grow. يا ترى plants grow ايه؟ تعال نشوف الكورن بي. small animals and insects in different ways.
digestive system working properly. خلي بالكم هنا الايه والايه والايه هنا ده كانه سؤال في الكونفرسيشن. هنا I would like some lemons please, we grow vegetables. تعال هنا واحدة واحدة كده مع بعض. أول واحدة معانا هنا ده هتاخد أنهي واحدة؟ small animals and insects. يا ترى السؤال هيبقى إيه؟ يا ترى السؤال هيبقى إيه؟ طبعا ده واضح من الكلام ده إن هو أصلا إجابة السؤال يعني small animals and insects. طبعا السؤال هيبقى برافو عليكم. What do you grow in your garden? What do you grow in your garden? طبعا لا خطأ. ولا ايه؟ فكروا فيها براحتكم. Small animals and insects. حلوا كلها في التعليقات كده ونحلها مع بعض دلوقتي حالا. كله يكتب في التعليقات وهنحلها مع بعض دلوقتي حالا. طبعا هنا نمبر 1 هو what do you grow in your garden. التكمله بتاعتها هتبقى ايه؟ we grow vegetables. we grow ايه؟ we grow vegetables. تمام. اللي بعدها نمبر 2 second consumer are. السكند كونسيومر ده عباره عن ايه؟ طبعا ده ايه؟ small animals and insects. Small animals and insects. برافو عليك. Number three, what would you like? What would you like? طبعا what would you like هتبقى الإجابة إيه؟ تمام. I would like some lemons, please. I would like some lemons. Number four, chickpeas help to keep your أيوة digestive system working properly. Digestive system working properly. Plants grow a bravo in different ways. Plants grow in different ways. طيب تمام كده. السؤال اللي بعده اتكلم عن read and fill in the gaps with words from the list. عندنا لستة كلمات هنا chain, rows, cells, any, favorite. واحدة واحدة كده مع بعض اقروا الأسئلة يعني الجمل دي كلها في ثواني ونقراها بعد كده مع بعضنا ونحلها مع بعض. تمام برافو عليكم حبيبة ومصطفى وإلاف جانا. طبعا التشيك بي بلانتس جرو ان. التشيك بي بلانتس جرو ان ايه يا ترى؟ جرو ان بنزرعه في ايه بقى يا ترى؟ في تشين ولا ان روز ولا ان سيلز ولا اني ولا فيفرت؟ طبعا برافو عليكم. وي تشيك بيز بلانتس جرو ان ايه؟ تمام يا لارا. جرو ان روز. ان روز تشيك بيز بلانتس جرو ان روز. بس فور Number two, what is your space food? What is your chain food or self food or any foods or favorite food? What is your left, ma'am? What is your favorite? ايه طعامك المفضل? What is your favorite food? Bravo, Ibrahim, Muhammad, Usama, Jihad, Lara. طبعا. Number three, food space shows how plants and animals get their energy. Food ايه بقى؟ بتبين لنا how plants and animals get their energy. بتبين لنا ازاي ال plants وال animals بيحصلوا على ال energy او الطاقة. طبعا food ايه بقى؟ تمام ملك. food chain سلسلة غذائية هنا. food chain.
Number four, sometimes my uncle space eggs at the market. Sometimes my uncle ايه؟ يا ترى sells ولا any eggs at the market؟ طبعا ايه؟ Sells. Sometimes my uncle sells. بيبيع بقى ايه؟ Eggs at the market. تمام كريم، جهاد، ابراهيم، جانا، سبايدر تيم، ايمو، هلا، برافو. تمام. Number four. Sometimes my uncle space eggs at the market on the sales. Number five. Are there space mangoes left? Are there? طبعا are there any mangoes? وزي ما خدنا كده ان طبعا any بتيجي مع ال question او النيجاتيف، مع ال question or negative. تمام. Are there any mangoes left؟ على هنا بقى في سؤال مهم جدا اللي هو بيتكلم عن reading. Read the passage and then answer the questions. مهم جدا السؤال ده، وده بيعبر عن فهمنا لل يعني دميانة، أهلا دميانة، عن اللغة نفسها. تمام. We have، نقراها مع بعض مرة واحدة وبعد كده نفصصها كده مع بعضنا. We have a big garden around our home. We usually grow vegetables. We also have a mango tree. We always look after the plants. Every Friday, I spend 2 hours with my brother and sister in our garden. My sister cleans the garden and my brother and I water the plants. My father always asks us to eat healthy food to have good health. Last week, we asked our father to plant an apple tree. طبعا هنا بيتكلم ان احنا we have a big garden around our home، يعني عندنا حديقة كبيرة طبعا حوالين البيت بتاعنا. We usually grow vegetables. دايما بنعمل ايه؟ grow vegetables. We also have a mango tree. عندنا mango tree. We always look after. Look after معناها هنا ايه؟ Look after the plants معناها ان هو keep it safe، او ان هو بيعتني بيها، يعني بيتهتم بيها. Every Friday بقى كل يوم جمعة، I spend 2 hours، بنقعد ساعتين. نعمل ايه بقى؟ أنا و my brother and sister in our garden. My sister cleans the garden، نظفها. And my brother and I water the plants. يعني water the plants، يعني يسقيها يعني. My father always asks us to eat healthy food and have good health. Last week we asked our father to plant an apple tree. Right. Number one, we spend 2 hours in the garden every day, or every month, or every week. طب احنا دلوقتي نجيبها ازاي دي؟ هو هنا بيقول لك I spend 2 hours with my brother. طب امتى؟ Every Friday. طالما every Friday يبقى معنى كل كده، كل ايه؟ Every ايه؟ تمام. Every week. برافو عليكم جميعا، برافو. Number two, to have good health, we should to have good health. عشان يبقى عندنا صحة كويسة، we should ايه بقى؟ Eat healthy food، ولا plant a mango tree، ولا sell vegetables. طبعا مش sell vegetables عشان يبقى عندنا صحة كويسة، مش sell vegetables طبعا، ولا plant a mango tree، لكن هي ايه؟ زي ما قال my uncle أو my father، have good. We ask طبعا ايه؟ to eat healthy ايه؟ We should eat healthy food. برافو عليكم حبيبة كريم، سبايدر مان، محمد، ذهب، إبراهيم، لولو، هلا، محمد، عمرو، جانا، لولو فون. برافو عليكم جميعا. Number three, we wanted our father to grow a space tree. احنا كنا عايزين our father to grow ايه بقى؟ يا ترى mango tree ولا apple tree ولا an onion tree؟ هنا بيقول لك ايه؟ We asked our father to plant an apple tree. هو هنا موجودة في الـ compression بتاعك. تمام؟ We wanted our father to grow. برافو عليكم. An apple tree. برافو دميانا.
answer the following questions. طبعا ال question اللي جاية دي إجابتها منين؟ من ال passage نفسها اللي قدام. طيب هنا بيقول لك what does your father ask you to do? What does your father ask you to do? يعني والدك سألك أو قال لك إن أنت تعمل إيه؟ طبعا you هنا مش معناها أنا بس، لا احنا كلنا يعني us. طيب يبقى هنا الإجابة هتكون إيه؟ طبعا برضو من القطعة برضو نخلي بعدنا، بس أنا بحولها بقى الجملة مهمة جدا، يعني جملة مفيدة. أقول إيه؟ نكتبها كده مع بعض. طبعا هي تبقى عشان بس معلق شويه، my father خلي بالنا من البنكتويشن، my father واحده my father asked us to eat healthy food. ولازم هنا فول ستوب في اخر الجمل. My father asked us to eat healthy food. What does your father ask you to do? He asked us to eat healthy food. برافو عليكم. Who cleans the garden? تعال نرجع للقطعة كده لو أنا نسيت. هنا هو بيقول لك إيه هنا؟ I spent 2 hours with my brother and sister in our garden. My sister cleans the garden. My sister's إيه؟ Cleans إيه؟ The garden. يبقى هنا الإجابة تبقى إيه؟ برافو عليكم. My sister's. My sister cleans the garden. واهم حاجه الفول ستوب عندي، واول حرف الجمله لازم يبقى كابيتال. تمام. My sister cleans the ايه the garden. تمام. My sister، يا ريت يعرف نجاوب نقول جمله كامله ما نقولش كلمه واحده. انا عارف ان هي my sister، طبعا my sister cleans the garden. Writing بقى هنا read and rearrange. Read and rearrange to make correct sentences. تعال يعني نرتب الجملة دي، الجمل دي معانا مع بعض. Number one, mangoes we juice make to delicious use. هنبدأ بوي طبعا. يا ترى تبقى عندنا ايه؟ اديكوا فرصة برضو. تمام. طبعا ايه برافو، we use mangoes to make juice. نستخدم المانجو عشان نعمل ايه؟ juice. ومنساش الفول ستوب. We use mangoes to make juice. طيب اللي بعدها لورين، اهلا لورين. Number two, you a tea wood cup of like. طبعا هتبقى ايه هنا؟ اديكوا ثواني تفكروا فيها. You a tea wood cup of like. طبعا سهلة جدا دي. هنبدأ طبعا بود. تمام. خلي بالنا اول حرف لازم يبقى كابيتال. طبعا would. Would you ايه؟ برافو عليكم. Would you like
a cup of tea. Would you like a cup of tea? طبعا هنا فيه الستوب ولا question mark. طبعا question mark عشان ده ايه سؤال كده كده هو جاب عنه. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? Number three, please me banana give. طبعا دي سهلة جدا يا ريت نقولها كده مع بعض. تبقى ايه؟ Would you like a cup of tea؟ دي خلاص. Number three تبقى ايه؟ طبعا هنبدأ ب please give me. تمام give me a banana. Give me a banana. Full stop. تمام كده كويس. Number four, get animals energy there from sun don't. يا ترى هتبقى ايه؟ اهلا يا آية. هنبدأ بانيمالز طبعا. طبعا هتبقى مع بعض animals animals ايه animals don't get energy from the sun. يعني الـ animals ما بتاخدش energy from the sun. ما بتاخدها منين؟ From plants. Animals don't get energy from the sun. تمام؟ Number five. Need, think, tomatoes, I, we, some. طبعا نبدأ بI. طبعا طالما هنا في think اقول I think على طول. I think صح كده. I think ايه بقى؟ I think we need. ايوه برافو عليكم. I think we need some tomatoes. I think we need some tomatoes. ننساش طبعا الايه فوستو. طيب هنا بقى مهم جدا السؤال الباراجراف ده لازم هيجي طبعا باراجراف الامتحان ده اساسي. Look and write a paragraph of 30 to 40 words. هنتكلم بعنوان apples. هنستخدم الكلمات دي favorite grow garden juice. ادي هنا الصوره عندنا. لازم هنكتب بص كويس للكلمات دي. طبعا هنتكلم عن الابلز في العموم وهنكتب عليها باراجراف. تمام كل واحد كده يفكر هيكتب ايه كده. يا ريت ممكن يكتب معايا او يتابع معايا يا اما يكتب هو في ورقه مفيش مشكله. تمام هتكلم عن ابلز. هنكتب from 30 to 40 words. يعني ممكن نكتب حوالي اربع او خمس جمل مش مشكله. هنستخدم كلمه favorite grow garden juice. ممكن نقول كده نقول مع بعض نقول my favorite fruit is apples.
تمام. دي أول جملة عادي. بعد كده ممكن أقول we grow apples tree in our garden. تمام، جمل قصيرة جدا كده زي ما انت ماشي، تحط في الستوب كمل. My favorite، كبرها شوية كده برضه عشان تبقى باينة بالنسبة لك. تمام، My favorite fruit is apples. We grow apple tree in our garden. استخدم كلمات تانية ايه؟ juice والحاجات دي كلها. أقول مثلا we use apples to make juice. جمل بسيطة خالص اهي، تكتبش جمل صعبة او معنى صح ما تطولش في الجملة خالص. My favorite fruit is apples. We grow apple in apple tree in our garden. We use apples to make juice. أقول مثلا my father asked me to eat a lot of fruits. A lot of fruits to be healthy. تمام؟ خلاص كده ادي عندي باراجراف زي الفل جميل. صح شوية كده اهو. تمام. My favorite fruit is apples. We grow apple tree in our garden. We use apples to make juice. My father asked me to eat a lot of fruits to be healthy. تمام. ماشي. ممكن نكتبه على في ورقة أو نبعته على الواتس برضو. ما فيش مشكلة. واكتب بقى جمل بسيطة زي ما أنت عايز. ده لكن ده كده كويس جدا قوي. يعني حلو قوي كده. وتقدر تكتب الجمل اللي أنت عايزها. تمام. ادي الباراجراف. اخر حاجه بقى البانكتويت ذا فولوينج سنتنسز، مهم جدا البانكتويشن ده. سمير فيفورت سبجكت از انجلش. طبعا هنا البانكتويشن دوت فيه ممكن يبقى فيه تريكات، خلي بالكم. هيبقى ايه ده؟ هيبقى ايه الجمله دي؟ ادي طبعا هنا هتبقى هنا سمير favorite subject is English. طبعا هتبقى أول حاجة لازم حرف كابيتال سمير. تمام، أدي سمير. طب سمير إيه بس كده يعني؟ سميرز. برافو عليكم، سميرز هنا الملكية. سميرز